واخا سي ماج بغيناك تحكي لنا على الاجواء ديال التصوير في ظروف ديال كورونا. وفي حقيقة السنة هي سنة استثنائية كما يقول كيف كيقولوا أصعب السنوات 2020. حنا داخلين على 2021 إن شاء الله اللي قحبان. كان واحد المسألة درناها ضرورية لأنه كنا كنتنقلوا وغيصعب علينا أننا نبقاو نتباعدوا ونديروا الكمامات. قلت لهم الإخوان من الأول غنديروا لي تيست، ولأننا كنبقاو مجموعين ما كنمشيو حتى شي بلاصة. درنا لي تيست وكان واحد البلاصة مشينا لها الداخلة، درنا تقريبا شي 8 ولا 10 الحلقات. مشينا بالطيارة، كان أوبليغاتوار مور هادشي كيعرفوه، ما غاديش تدخل للداخل الا ما درتيش لي تيست. دونك دايرين لي تيست الحمد لله، وكان كنمثلوا حنا بلا كنخدموا بلا كمامات بلا بوالو، الحمد لله مضمونين انه ما كاينش فينا شي حد. الفنانين اللي كيجيو معنا لا ميم شوز، كيكونوا حتى هما يا اما عملوا لو تيست او مأكدين راجعي صحيح كيهضر معك. فكانت صورنا بشكل عادي ولكن الاحتياطات حنا درناها الحمد لله. دايك شنو رايك في الانتقادات اللي كيطول البرنامج دائما في كل رمضان؟ كيكون واحد انتقاد لادع للكاميرا الخفية، شنو ممكن تقول لنا؟ هو بصفة عامة أي برنامج أو أي كيف كيقولوا أي كابسول ولا أي فلوغ تحط في الإنترنت أو في التلفزيون وكيتشاف بواحد النسبة كبيرة إلا وكيكون عنده انتقادات. فبالفعل أننا حنا كنشافوا مع البداية الفطور من جميع الأنواع ديال المشاهدين، صغار أو مسنين أو كبار، فكتشاف نسبة كبيرة يعني ضروري غتعرض. حنا تبارك الله المغاربة من الناس اللي كينتقدوا أي عمل، يعني ما يمكنش تعطيهم أي حاجة. الجمهور ديالنا يعني كيف كيقولوا اكزيجون بالفرنسيه، يعني كما كيبغيهاش حاجه صغيره ولا سهله، ولا كيطلب ديما الكبير. فكتقدم واحد البرنامج وكيشوفوا واحد 14 15 مليون الناس ضروري عندهم انتقادات. انتقادات مقبوله يعني، لان كل ما غاديش تلقى داك اللي عنده مثلا 18 سنه او 16 سنه غيعطيك نفس الملاحظه اللي عند 50 سنه او 60 سنه، فالملاحظات تختلف. وهذا شيء طبيعي، اي فنان مثلا تشهر ولا معروف الا وكيبدا يتابعوه الناس وكيتعرض لانتقادات. فما دام حنا البرنامج ديالنا الكاميرا خفيه سنين هو كيدوز التلفازه، كاين اللي اطفال كبروا وما باقيين كيشوفوا الكاميرا خفيه، فالانتقادات دائما موجوده وحنايا تنسمعوها وتنفهموها وتنحاولوا نحيدوها وننقحوها ونحسنوا من الجوده ديال البرنامج. انما علاش دائما البرنامج كاين؟ لانه نسبه ديال المشاهده ديالو دائما طالعه ومطلوب. شنو رايك في بعض الفنانين اللي كانوا كيصرحوا مثلا في خرجات اعلاميه انهم يكونوا معلومين بالسيناريو، شنو تقدر تقول لنا؟ انا شفت مجموعه ديال الفنانين اللي يعني صرحوا اعلاميا كيف كتقول على انهم كانوا معلومين بالسيناريو. جوابك فيه شق صحيح وشق خطا. الشق الصحيح هو انه السيناريو، على انا مثلا كيفاش غادي نقدر نجيب الفنان عندي للبلاطو؟ راه ضروري خصني نقول له واحد فكره معينه، هذيك الفكره اللي كيقولوا انه تعلم. حنا علمناه قلنا له اجي بحال دابا مثلا هاد السنه باش نبقاو حنا غير في الحاجه الجديده. هاد السنه معنا حمزه الفيلالي، كيعيط الفنان كيقول له راه عندي واحد البرنامج السياحي مع دوزيام في رمضان جديد، اجي معايا راه بغيت نستضيفك كضيف عندي في البرنامج السياحي. راه كنمشيو للاماكن، حيت مشينا للداخله، مشينا لفاس، مشينا لمراكش، مشينا لافران، مشينا لمارينا سمير، مشينا لاقشور، مشينا شفشاون. هاد العام مشينا مجموعه ديال حنا دابا كنصوروا حنا في مارينا سمير. فبالتالي كيقول له تجي عندي. انت حضرتي معنا الحلقه ديال الفضيل، هي تنقولها من هنا. قال الفضيل اجي عندي راه عندي برنامج سياحي كنعرفوا بمنطقه، لان عشنا هذه المرحله ديال كوفيد السياحه شي شويه تقاست، فاحنا غنشجعوا السياحه المغربيه. دونك جايب سيناريو في راسه اشنو هو غيصور برنامج مع حمزه الفيلالي او مع فلان الفلاني بشكل عادي، ولكن ما كيجيش ما عرفش بانه يدار مقلب. هذا هو السيناريو الخفي. كاين سيناريو باين هو اللي صرحوا به، لكن السيناريو الخفي. المساله كيف قلت انه حنا كنعيطوا على واحد الفنان يا اما هو مباشره يا اما بالمانجر ديالو كنقولوا له اجي راه شنو كاين. كاين بعض المواقف وفي بعض الافكار كتكون شويه خطيره، لانه بحال درنا تسلق الجبال، الطائره، الحيوانات، التماسيح، السباع. هذا العام درنا تسلق الجبال، درنا الغطس تحت الماء. مي كيكون واحد شويه الخطر كيكون معنا المانجر ديالو كنقول له راه هاي فين كاين الخطر، ولكن ما نقولوهالوش. اذا هنايا يمكن المانجر يقدر يوصل له بطريقه اخرى، او هذا كاين بعض الاتهامات انه قدرت وصلت له الفكره، او انما اننا حنا نفبركوا القضيه على اساس انه لا راه كاميرا خفيه ولا راه ماشي كاميرا خفيه، هذه ما كايناش، لان دائما كاين المفاجات ما نقدروا نقولهم حتى شي حد. فولو يعرف انه شي حاجه من قبل المفاجاه غتكون، غتكون. لان ملي كتوقف قدام السبع ولا قدام الحنش او لا قدام غتشوفوا طوطو
فنان طوطو بغينا ننزلوه من واحد العلو كبير من الجبل ما قدرش ينزل. هنا ما بقايش غتكذب، اش غتكذب شنو غتقول؟ انت في واحد موقف حرج. عاد مساله اخرى غادي نثيرها هنايا، هو السؤال الاخير، هذا العام شنو الجديد؟ شنو اللي وقع؟ انه هذا العام خاص، درنا مواقع كثيره ودزنا في مغامرات كثيره، تهرسوا لنا فنانه وتوعتوا فنانه غتعرفوهم، منهم سعيده الشراف، منهم حتى حمزه الفيلالي جاي نزل من واحد العلو كان غادي يتعرض للكسر، واحد من التقنيين حتى هو تعرض للالم في الظهر ديالو سقط، فكاين اللي توعت معايا واحد هنايا ما كتشوفوش في الكاميرا حتى هو توعت في العنق ديالو، مسألة ديال الضرب في الاخير كاين اللي كيطيح كيزلق، فكاين بزاف ديال الالم كنتالموا على اننا نوصلوا للمشاهدين هذا، وهذه اللي خصني نشوفوا مادام كنشوفوا الفرجه وكنشوفوا المتعه وكنشوفوا انه كاين مجهود كبير، نقدروا هذاك المجهود في اول حاجه ونتمتعوا بالفرجه، وراه النقد حتى هو راه متعه، انك تنتقد شي حاجه ومن بعد تفرج فيها راه حتى هي متعه. وسمحوا لنا اذا كان اي غلط، وتحيه للمشاهدين، وكنقول لكم فرجه ممتعه رمضان، مع السلامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.